Thank you, Zizek. We have one message that our revolution continues over and over until we have a civilian-led government. Next, we will have a solidarity speech from Egypt. Dina Wahba will speak about the solidarity of the Egyptian to the Sudanese revolution and the role of the women in the Sudanese revolution. Thank you very much. Thank you all. I'm very happy to be here with you today. I will be speaking in Arabic and English, but I will be brief, don't worry. I will start with Arabic. أول حاجة عايزة أقولها إن أنا مصرية وبأكد على دعمي وتضامني الكامل مع الثورة السودانية وبأكد على حق الشعب السوداني إن هو بس اللي يقرر مصير ثورته وهو بس اللي يقرر الطريق اللي ياخده بدون أي تدخل أجنبي من أي نوع مع دعم كامل مش تدخل ولكن دعم كامل للثورة السودانية. تاني حاجة أنا عايزة أقولها هو ان انا زيكم عشت ثورة. انا كمان كنت في التحرير، عشت ثورة بكل حب وامل ورعب وخوف، وعارفة انتوا حاسين بايه كويس قوي، وعارفة قد ايه صعب وقلبي معاكم جدا، وعارفة الخوف وعارفة القلق وعارفة الامل وعارفة الحب وعارفة اللي انتوا حاسين بيه. لما كنت في التحرير أنا شفت الستات إزاي بأجسادهم وبأصواتهم أخذوا مساحة وأخذوا مكان ودافعوا عن الثورة ووقفوا جنب الثورة، وأنا هنا مش في مكان إن أنا أقدر أنصح، بس ممكن أحكي عن تجربة ونفكر مع بعض. بعد الثورة على طول، بعد الثورة المصرية، بعد تنحي مبارك يوم 8 مارس 2011 في يوم المرأة العالمي، نزلنا احنا كستات ورجالة بندعم حقوق المرأة ونسويات عشان نأكد على دعمنا للثورة المصرية في التحرير في أقل من شهر بعد التنحي، وعلشان كمان نقول ان مطالب الستات ومطالب المرأة هي جزء من مطالب الثورة. يوميها تم الاعتداء علينا بدنيا ولفظيا، واتطردنا من الميدان واتقالنا ان احنا لازم نرجع المطبخ تاني عشان مكان الستات هو المطبخ. واللي كان محبط اكتر ان في كتير من رفقائنا التقدميين واليساريين قالوا لنا كمان انه مش وقته وان في حاجات اهم. بس اللي انا عايزه اقوله واللي احنا قلناه وقتها ولسه بنقوله وعايزه اقوله كمان صوتي مع الستات السودانيات، ده وقته، ده وقتكم. لو مش دلوقتي يبقى امتى؟ الثوره دي قامت بيكو وليكو. انتوا اللي نجحتوا الثوره وانتوا اللي قومتوا الثوره، والثوره دي عشانكم، ده وقتكم وده مكانكم. وعايزه بس أأكد على ثلاث مطالب بالفعل الستات السودانيات بيطالبوا بيهم. اول حاجه التمثيل العادل للنساء 50% في الحكومه الانتقاليه. محدش يقول لكم ايه هو التمثيل العادل، انتوا اللي تقولوا ايه هو التمثيل العادل المناسب لكل تضحياتكم. احنا سبناها لهم كتير قوي، فده وقتنا وده دورنا. دي حاجه. تاني حاجه التضامن النسوي الاقليمي والعربي والدولي للستات السودانيات ولنضالهم، التضامن الكامل، وان احنا نسمعهم ونسمع اولوياتهم ونتضامن مع الحاجات اللي هم شايفين ان هي اولويه، مش نفرض عليهم اجندات. ثالث حاجه العدالة لكل النساء اللي تم الاعتداء عليهم جنسيا واغتصابهم والتحرش بيهم والانتهاكات الجنسية اللي حصلت دي، لازم تبقى مطلب من مطالب الثورة السودانية وفي قلبها العدالة لكل الشعب السوداني اللي منه الستات دي، ده مطلب لازم يتأكد عليه ويبقى مطلب من مطالب الثورة السودانية. أي اعتداءات على الستات هي جزء من الثورة المضادة، واي انتهاك لحقوق الستات هو جزء من الثوره المضاده، وهي كده بتبتدي بنبتدي بتهميش النساء والاعتداء عليهم، وده جزء من الثوره المضاده. I will just summarize briefly in English for our non-Arab speaking allies who we really appreciate being here today. First, I'm an Egyptian and I support the right of the Sudanese people to dictate their own path of the revolution without any international intervention, only with international support, not international intervention that could change the path of the Sudanese revolution. The second thing is that I also lived a revolution. I was also in Tahrir Square. I know how it feels to live a revolution with its ups and downs and fears and hopes and dreams.
and my heart goes out in solidarity with all the Sudanese people, and especially the Sudanese women. And I want to reiterate three demands that already Sudanese women have been making. First, 50% representation in the transitional government. Women's place is everywhere, in every initiative, in every negotiation table, in every political party. This is their place and this is their time. If you say this is not the time for women's rights, then we ask when. If not now, then when. If not here, then where. We have been part of this revolution. You have been part of this revolution. This is your time and this is your place. The second thing is justice for women who have been, women and men who have been victims and survivors of rape and gender-based violence all through these years, ending with the 3rd of June dispersal of protests. Justice for women and men who have been abused should be part of the revolutionary demand and at the heart of the revolutionary demand. The third thing is feminist solidarity and women's rights solidarity with Sudanese women on the African sphere, from the African community, from the international community, from the Arab community. We should let them tell us our priorities, we should listen to them, and we should support them wholeheartedly in their struggle. And at the end, I just want to say I salute you all for coming here and standing here today, even when it's raining. It's really, really heartwarming and it shows a lot of solidarity. I salute you all. I salute the Sudanese people. I salute the Sudanese women. And from Cairo to Khartoum, long live the revolution.